جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يوجه ويفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والذي يحتج به بعض العلماء في أن المسلم الذي لم يعمل خيرا قط يبقى فيه إيمان ضعيف؟ نعم، الإيمان يحتاج إلى عمل، لا يكفي الإيمان بدون عمل، ما يكفي الإيمان بدون عمل، لأن الله جعل العمل من الإيمان في آيات كثيرة. فإذا ترك العمل اختياراً زهداً في العمل فهذا ليس بمؤمن، أما إذا تركه لعذر ما تمكن يعمل، اخترمه الموت قبل أن يتمكن من العمل، أو هو جاهل ما عرف ولم يبين له ولكن عنده إيمان ولم يبين له، فهذا أمره إلى الله، هذا يكون من مثل أصحاب الفترة، هذا الجاهل اللي ما بين له هذا يكون من أصحاب الفترة، أمره إلى الله. أما من عرف العمل وقيمة العمل وتركه ويقول الإيمان بدون عمل يأخذ قول المرجئة فهذا لا عذر له. والحديث إنما هو في من ترك العمل لعذر لم يقدر على العمل معه، كأن قتل أسلم ومات قال لا إله إلا الله مؤمناً بها متيقناً لها ومات، قتل أو مات، هذا يكون من أهل الجنة، كما في الحديث عن الرجل الذي غشيه أسامة، رجل كافر لحقه أسامة بن زيد ليقتله على الكفر، فلما غشيه بالسيف قال لا إله إلا الله، وكان يطلبه أسامة ورجل من الأنصار، الأنصار كف عنه لما قال لا إله إلا الله، أما أسامة رضي الله عنه فقتله ظاناً أنه لم يقل لا إله إلا الله إلا اتقاء السيف فقتله. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السيف. قال هلا شققت عن قلبه فتعلم أنه قالها ليتقي بها السيف؟ ماذا تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فمن قال لا إله إلا الله يكف عنه، فإن تبين منه ما يناقض الإسلام يحكم عليه بالردة، وإن لم يتبين فإنه مسلم على ما قال. نعم.